ديال الضرب ديال الموظفين والعمال ديال الجماعات المحليه والموظفين ديال الجهات والمجالس العمالات اللي الان كيخوضوه لهؤلاء الموظفين من اجل تحقيق ملفهم المطلبي المعروض على انظار المسؤولين. هذه ازيد من سنتين واكثر، ولينا هو الان باب ديال الحوار مسدود عوض ما بدل الوزاره الداخليه بفتح الحوار مع الممثلين النقابيين من اجل معالجه المشكل. الا اننا للاسف كنلاحظوا بانه حتى كتكبر الامور وهذيك عاد كتبداو لنا، وكنظن بانه هذا الشيء كيزيد يشجع على سوء التنظيم وعلى معارك اللي هي ما كتكونش منظمه، ما كتكونش عندها قياده مسؤوله كيف ما وقع في واحد المجموعه ديال القطاعات. اذا كنتمناو من الحكومه انها تقوم بفتح حوار مع هاد الممثلين النقابيين ديال الاتحاد المغربي الشغل، الجامعه الوطنيه التابعه للاتحاد المغربي الشغل، لمعالجه هاد الاشكال، وخاصه بان خاصها تراعي الظروف الان الصعبه اللي كيعيشوها الموظفين ولا العمال ولا الماجورين عموما ولا الشعب المغربي نتيجه الغلاء الفاحش وهاد المجموعه ديال المشاكل، المجموعه ديال هذا. اذا نتمنوا باننا في الاتحاد المغربي انها المسؤولين ما يخليوش الامور حتى تخرج على الاطار ديال السيطره، يحاولوا كيفاش يعالجوا الامور قبل ما تخرج على السيطره. وكنظن بانه حنا في الاتحاد المغربي للشغل كاتحاد جهوي اننا كنضمنوا مع الاخوان ديالنا في القطاع ديال الجماعات المحليه كل تضامن، وكنحضروا من المغبه التمادي في هذه السياسه ديال الصمت ولا مبالاه، واللي هي ما غتكونش في المصلحه ديال السلم الاجتماعي داخل المدينه هذا البلاد، واللي فيها مشاكل اللي هي كتطلب المعالجه وما كتطلبش الانتظاريه والاهمال.